ديالي، اخباركم لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وهانيين مرتاحين. اهم حاجه البنات، ما نطولش عليكم، ان شاء الله في الفيديو غادي نعطيكم الوصفه اللي طلبتوها مني. وصفه شي حاجه واو البنات، شي حاجه واو. كيف ما شفتوا في الاول ديال الفيديو، شفتوا رجيلاتي كي كانوا وكيفاش ولاو وكيفاش ديك الكحوليه كتحيد، يعني سبحان الله ملي كدي تبرمي بحال هكا كدي تبرمي في الرجل ديالك الكحوليه كامله اللي كتكوني شديتيها في الصيف كامل، خديتيها بالشمس ديال الصيف كامل، سبحان الله كتجي الوصفات البنات، جاي الوصفات ما نعاودش لكم ان شاء الله، لانكم تستاهلوا كل الخير وكل شيء كل شيء. انا بغيت البنات كاملين يوليو هكا يديروا ان شاء الله، ما غادي تلقاو غير الخير ان شاء الله معايا في القناه ديالي. اللي كنطلب منكم البنات انكم تشتركوا في القناه وديروا لي لايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش انت الاولى يوصلك لا فيديو، وتبارطاجيو البنات باش العائله ديالنا ان شاء الله تكبر وتكبر وتستافدوا وتفيدوا كيف ما انا الحاجه كنستافد منها كنبغي نفيدكم حتى نتوما. اذا البنات نخليكم ان شاء الله مع الوصفه اللي غادي تهنيكم شي حاجه سميتها الكحوليه في الرجيلات، ولا شي حاجه سميتها السواد، ولا دبرك صباط، ولا اي حاجه عندك في الرجل غادي تحيد البنات وغادي تهنيك منها هذه الوصفه. خليكم البنات حتى لاخر الفيديو ونمشيو مع مكونات الوصفه. اول مكون البنات غادي نحتاجه فهو الخل. كيف ما كتعرفوا البنات الخل غني عن تعريف، فهو كيصفي البشره، كيعالج التشققات، مطهر نمبر وان البنات. انا بعدا ما كنستغناش عليه في الدار عندي، ما يمكنش نبقى بلا خل البنات. الا عندك هذا الخل اوكي، ما عندكش تستعملي الخل العادي، بزوج بهم فحال فحال، ما كاين حتى شي اختلاف. وغادي تحتاجي واحد الحامضه هي ليمون، غادي تاخدي واحد جوج معالق اللي غادي يكونوا كبار. كيف ما كتعرفوا البنات الليمون اللي هو الحامض ما شاء الله، اش غنقول لكم البنات في محطاتي قليل الغرض يعني اش غنقول لكم، بياض، ازاله التجاعيد، واعر البنات، واعر واعر. ما يمكنش دار تدخلي لها مغربيه وما تلقيش فيها الحامض، ما يمكنش. ثالث مكون البنات فهو خمارة ديال الحلوى البنات اللي عندك في هادو، لانه اغلبيه البنات غادي يسولوني الا ما عندناش هاد الحمراء شنو غنديروا. اللي عندك البنات عندك اي خميره عندك في الدار تقدري تستعمليها، هادي حبيبات معجون اي وحده في هادو تقدري تستعمليها، ماشي مشكل. حنا بغينا هذا التفاعل اللي غادي يعطينا ان شاء الله النتيجه. غير هو البنات الله يرضي عليكم تبعوا معايا الطريقه من الاول حتى الاخر باش تنجح لكم الوصفه ان شاء الله. بهذه الطريقه البنات غنبقاو نحركو حتى ما تبقاش عندنا هذيك الكشكوشه اللي كتنتج على التفاعل ديال الخميره مع الخل والحامض. من بعد البنات غادي نحتاجو واحد المعلقه صغيره ديال السكر حبيبات. كيف ما تعرفوا البنات السكر حبيبات راه ما شاء الله غني بلي فيتامين، غني بالحويجات اللي غتستافد منها البشره ديالنا. ورابع مكون ان شاء الله مهم، اهم حاجه بعدا ضروري ما تذوبوا هذيك السكر، خصو يذوب مزيان، حاولي تحركي. من بعد البنات غادي تحتاجي بيضه كامله، ما غاديش نحتاجو هاي كامله، غادي نحتاجو غير البياض، البيض بوحدو ماشي صفار، البيض بياض، البيض البنات كيف ما كتشوفوا في لا فيديو صافي. من بعد البنات غادي نضيفو على الخليط، اهم حاجه البنات انكم تخلطوا الخليط مزيان مزيان باش العناصر كامله تنسجم لينا مع بعضياتها.
صافي البنات، من بعد ملي كيوجد الخليط ديالنا بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا في لا فيديو، الله يربي الله رجيلاتي مساكين كي كانوا. صافي البنات، كتابليكي على رجيلاتك بهذه الطريقه، غتستعملي رجليك كاملين من تحت حتى الفوق ويدياتك بزوج بيهم مزيانين البنات. انا خدمت غير رجيلاتي حتى كملت لا فيديو، عاد خدمت رجيلاتي كاملين كيف ما كتشوفوا في لا فيديو. البنات غادي ديروا طبقه فوق طبقه، الطبقه الاولى حتى تنشف، عاد الطبقه الثانيه، وكتبقاي تزيدي بهذه الطريقه حتى تكملي الخليط ديالك. صافي البنات، بهذه الطريقه خليكم حتى الاخر ديال الفيديو ان شاء الله باش تشوفوا تتمه المراحل باذن الله. صافي البنات، من بعد ما نشف ليا الخليط في رجليا ما كيتشف مزيان، غادي تحاولي انك تبرمي 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 مزيان، تبرمي ولا تحكي. البنات اللي ما تعرفش كلمه ديال البريم، انا البنات من البنات اللي كتموت على شي حاجه سميتها البريم. ان شاء الله جايين وصفات يا البنات، ان شاء الله غير خليكم غير بشويه، ان شاء الله جايكم الجديد والجديد والجديد باذن الله. بهذه الطريقه البنات شوفوا شوفوا على حاله، شوفوا الكحوليه كيفاش كتحيد، سبحان الله ما شاء الله. البنات هذه الوصفه ما غاديش نشكر عليكم، تستاهل مليون لايك، تستاهل مليون لايك البنات. وصفه رائعه البنات بهذه الطريقه، حتى تكملي رجيلاتك كاملين ورجيلاتك ويدياتك. المهم الوصفه فين ما خدمتيها بهذا الشكل البنات، حتى تشوفوا دابا لا ريزلتا كيفاش خدمت فيها الرجيلات بزوج، ما شاء الله رجعوا بويض كيشعلوا ما شاء الله كيف ما كانوا في اللون ديالهم الطبيعي سبحان الله. ما سخيتش بكم البنات، وكيف ما كتشوفوا في لا فيديو شوفوا النتيجه البنات، ما شاء الله رجيلات كيخرجوا هكا كيشعلوا. يعني البنات الا تبعتوا هذا الروتين ان شاء الله كونوا اكيدين انكم غادي تتهناو من شي حاجه سميتها السواد، شي حاجه سميتها الكحوليه، من شي حاجه البنات سميتها تشقق القدمين، من شي حاجه سميتها التجاعيد. ان شاء الله البنات زاد الجديد والجديد، وما تخيتش بكم البنات، وغادي نقول لكم ان شاء الله في فيديو جاي.